هلا حبايب، شلونكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله الكل يكون تمام. ان شاء الله بس ادش كم سؤال عندكم، بزيد فاينلات ارد احكي وراها اشرح لك تراس ديفليكشن، حتى موضوع الديفليكشن كله يخلص عندك. يبقى لك بس الانفلونس لاين مال تراس معلق، يعني حاول شغلك اليوم بالليل. المهم بس قبل ما نحل هذا السؤال لكم، احنا عندنا اليونت لود ميثود، اليونت لود ميثود وانتو بسميتو ليها الديفليكشن. ماش بيه هذا؟ بأولا درسنا البيم، ثانيا درسنا الفريم، ثالثا درسناكم الكومبوزيت. التراس انت درست بدون تدرب نفسك هسه، بس هسه انا اقول لك شوي لاخر بالمحاضرة اقول لك شلون. المهم قانون مال دلتا مالتك او الثيتا بصورة عامة شي يساوي دلتا مال بيم او فريم زائد دلتا مال قوس زائد دلتا مال لينك او البار او الكابلات، صح؟ لا قانون مال بيم شنو كان؟ تكامل صفر الى ال ام كابيتال ام سمول اوفر اي اي دي اكس. والتكامل لا اخواني او الدلتا مال قوس صفر الى ثيتا ام كابيتال ام سمول اوفر اي اي ار دي ثيتا. والتكامل الاخير مال من؟ مال كيبل او اللينك او اللي تراس، بس يعني بعد ما اشرح لك اياه، دو يو بي ال اوفر اي اي اذاك حراره عندك في دلتا تي الفا ال زائد الايرور اذا وجد. اخواني تمام، هذا هو السؤال. تعال ناخذ سؤال من الكتاب مالتكم، سؤال جاي امتحاني يشبه القديمات، نحل الاخير ونطلع اللي يريده هو، تمام؟ حتى نكون احنا هم نحل اسئلتكم، بدنا نخلي شيء فارغ لكم، يعني كل المواضيع تصير عندكم، تمام ان شاء الله. اوكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح هذا السؤال. اخواني نقرا السؤال، يقول calculate the horizontal deflection at A. نقطة A يريد بها الهوريزونتال، يعني لازم بعدين نخلي قوة مقدارها وحدة واحدة بالA. هاي مو هسه، بعدين. حتى نعرف شلون يصير الحل مالتي. يقول لك فور كومبوزيت، شو يقول لك؟ الاي اي مال كل الفريم اي اي 2 في 10 اس 4، والاي اي مال كيبلات 2 في 10 اس 5، فور ممبر جي تو دي، هذا الممبر ايش بيه؟ بيه حراره، نكتب هنا حراره حتى نساوي بيه خطا، بيه الايرور. تعالي نرجع نضيفه بالاخير كلش. عشان نبدا الحل اول شيء نطلع الرياكشنات، يعني اول شيء نطلع اول شيء نتذكر ايش اسئله. نطلع ام كابيتال وبي كابيتال، بعدين شو نطلع؟ يو سمول. وهذا فنجي على الجسم الاصلي، هذا كان مالتنا الفريم الابعاد كان هاي شباب 2 متر 4 متر، الارتفاع مالتنا 2 متر هاي 2 متر 4 متر وهاي 2 متر. فالمهم اسمعوا وياي، الكيبل الاول راح اسميه بي 1، الكيبل الاول هذا ال P مال A إلى E، هذا يا كيبل ال P مال C إلى F، هذا يا كيبل الأخ هنا مال D إلى شنو؟ إلى G. بسم الله، شوية شوية ما عندنا مشكلة. طبعا الارتفاع مال هاي النقطة شقد؟ الارتفاع مالتها أيضا موجود، اللي هو خلينا نقول ناخذ مجموع العزم على نقطة معينة نشوف فيها هي، فلازم يصير العزم هاي 3 متر، هاي 3 قدامها 3، المهم هاي 3 متر وهاي من هنا 2 متر 4 متر. راح اخذ نقطة هاي راح اسميها O، مجموع العزم حول الO يساوي صفر في الاتجاه الموجب. شباب بكل بساطة لما اخذت عزم حول، لا تنسى عندك هنا قوة شقد مقدارها؟ 60، ف 60 في شقد؟ في 2 سالب B مال CF في شقد؟ في 6 يساوي صفر، صح ولا لا شباب؟ فال بي مال سي الى اف شي يساوي 20 كي نيوتن للاعلى، يعني الموجب. انتبهوا وياي، لا طلع هذا 20 سميشن اف واي 60 نازات 20، ايش قد بقى هذاك الاخ؟ 40 سميشن اف اكس، ايش صار هذا؟ صفر. اول ما تجي هنا حتى لا تدوخ قول يابا البي والضلع مالتها، يعني مثل خلينا نقول هاي
هاي قيمة ال AE، قيمة ال CF، وقيمة ال D إلى G. ال B مالته قد ال B مالته 40 20 0. هاي ال B حتى شنو بعدين لا انساها. حلو، فاول خطوه بدون ما ادري طلعت الرياكشنات اللي نفسهن الكيبلات نفس النيل بي، اروح اخذ قطوعات اطلع القوه الداخليه بالفريم اللي هو ام كابيتال. شوف شلون بنحلها، لا نفس الحل القديم. هذا الصفر بعد ما نكتبها كلها ما نحتاجها، تمام، بس نكتب هذا نحتاجه كلش اللي هو 3 ب 4. زين، تعال اخوان واحده واحده نجي نغير اللون لكم. بسم الله، باعوا وياي. السؤال الواحد من هنا قطع من A إلى B، قطع D، ومن C إلى B أيضا قطع ثاني، هذا قطعين، قطع المائل يجي منا مائل، شو رأيكم اللي هو من D إلى B؟ أخوتي تمام، فهاخذ قطع قطع، شو راح نقول فور M كابيتال، شو يصير عندنا بالM كابيتال؟ 4M capital شو راح نسوي الثاني ياكم؟ نفس الحل القديم، ال M capital مال A إلى B اللي هاي المنطقة هاي، فحيصير سالب 40 أو 40 إكس الموجب 40 إكس، شلون جا 40 إكس؟ قصينا منه هاي 40، هاي الإكس، هذا العزم عكس أقارب الساعة، هذاك الأخ أيضا 20 إكس، العزم مال C إلى B شو يساوي؟ 20 إكس، والأخير صفر، ليه الصفر الأخير؟ العزم مال دي الى بي لان ماكو قوه عندك، هذا من ينقص المائل حيبقى نفسه، فما اقدر لا تحل ولا تتعب نفسك، صفر ماكو اي قوه عليه. هذا الام كابيتال، فطلعنا طلعنا البي كابيتال الام كابيتال من الاحمال الحقيقيه، اروح ارفع كل الاحمال المسلطه وسلط وحده واحده بالمكان المطلوب، اطلع يو سمول وام سمول وراها اسوي الرياضيات مالتي. هاي طريقه الحل، خلينا نكمل. زين، نجي نرفع كل الاحمال المسلطه، نمسح هذا كله ما عندنا مشكلة به، نمسح هذا كله. شوف اخواني، نجي حتى نطلع الام سمول واليو سمول، شو راح نسوي؟ نقول يابا هذا الجسم نفس الابعاد نفس كل شيء، خلي شو راح اسمي هاي؟ باعوا وياي، اسمي هاي اليو مال اي الى اي، هاي اليو شوف سميتها يو بعد، يعني يو سمول، هاي يو مال سي الى اف، واليو مال من هاي الاخ مال من مال اي الى اي. زين عندك بعد لين ودي يقول لي هوريزونتال ات اي، فاخلي قوه افقيه عند الاي، صح لو لا؟ فحنقول له هذا بالاي يونت لود وحده، لا تنسى ابعادك منا لهنا، ايش قلت هذا 3 متر 2 متر 4 متر، تعال نجي ناخذ عزم ونرتب الموضوع كله، مو تمام؟ اوكي؟ نفس الخطوات، راح ناخذ عزم بالاو، يعني نفس الحل بالضبط، راح ناخذ عزم هنا بالاو، مجموع العزم، طبعا هاي بقيهن حتى بعدين اسوي تكامل بالاخير، هسه نشوف مجموع العزم بالاو يساوي صفر، 1 في 3 سالب اليو مال سي اف في 6 يساوي صفر، فاليو مال سي الى اف يساوي نصف. انتبهوا يا حبيبي، هذا طلع نصف، فش يطلع هذاك اللي جوا نصف، صح ولا لا؟ وصح، اذا هذا واحد يمنى شو يصير؟ هذا واحد يسرى، ها قلبي ماكو مشكله، تمام. فاخوان ذا الطريق طلعت اليو سمول نفس ما علمتكم قبل شوي للترتيب، يعني لا اكثر، تجي هنايا تقول يابا اليو سمول مالتي مثلا مال اي الى اف والسي الى اف والاخير اللي هو الدي الى الدي الى جي. طيب وياي ايش راح نقول احنا؟ راح نقول كالاتي، بس نخلي هذا سالب نصف، هذا نصف، هذا واحد. ايش عندي بعد؟ اجيب الام سمول القطع الاول، القطع الثاني، القطع الثالث. فام سمول مال اي الى بي يساوي سالب نصف اكس، شلون قصيت هاي قوه نصف، هذا ام سمول يعني هذا المكان بالاصفر، شوف يعني الحل طبيعي، بعدين اخذ هذا بعدين المائل، المائل ما اقدر اخذ ليه شيء اوريدي، الام كابيتال صفر، فام سمول في ام كابيتال فكله يصفر. ام سمول مال سي الى بي يساوي
نصف اكس والاخير ايش يطلع؟ هل يطلع لي اشياء لك بعد ما طلع هذول كلهم تيجي ترتب حلك بهالطريقه. شو معه نصف وصار نصف كل الواضحات عندك، تيجي تحل ترتب حلك بهالطريقه. بعض الايه انت مخير وليس مسير، يعني شلون تقدر تحل باكثر من طريقه، خلنا اعلمك شلون. فقوني ما دام صار عندك قوان يعني البيم والتراس واحده، فانت تعال اتفق اتفاقان اوكي انت كومبوزيت، فدلتا مال اي الهوريزونتال ايش حصير عندك؟ دلتا اي شوف دلتا اي اخوان حتساوي كالاتي مثل ما اتفقنا انا وياك. الدلتا مال فريم اللي هو قانونها اسوي لك شنو دلتا مال من مال كيبلات ويعتبر تراس الكيبلات. الفريم شنو قانونه؟ تكامل صفر ال ام كابيتال ام سمول اوفر اي اي دي اكس، تروح تسويه على صفحه. عشان شلون دلتا فريم باور؟ واحد اثنين ليش بس اثنين؟ وين الثالث؟ لان قلنا الام كابيتال مالته صفر، فطلعت دلتا فريم. وتروح انت شو تسوي؟ تطبق يا قانون قانون دلتا مال كيبل، يا هو قانون دلتا كيبل هذا تعال اكتب لك اياه. يا الله. الدلتا مال كيبل يساوي يو بي ال اوفر اي اي زائد دلتا تي ال الفا زائد الايرور. الكل كيبل، فباش كم كيبل؟ واحد اثنين ثلاثه. ترتيب الجدول خليه علي بعدين اعلمك اياه. ليش؟ هذا موضوع التراس. اذا تريد حاليا انت بالكومبوز تحل كل كيبل واحد، يعني هذا القانون قد تطبقه لي ثلاث مرات مثل المحاضره السابقه. حلو؟ هذا كان السؤال مهم جدا جاي فاينل على الكومبوزيت. بعدنا بالكومبوز اخواني 2014 تعال نحل السؤال الثاني علي 10 درجات. ها محسن حتى يصير لكم مراجعه كامل كومبوزيت. اسف وواي بقيت بالكومبوزيت بس والله موضوع لان مهم انا مهتم به. تمام؟ ناخذ نشكل كم سؤال حتى انا راح نطلب ديفليكشن تراس. الديفليكشن يكمل عندك فيصير فيديو واحد عندك. تقول لي يا ديفليكشن تراس ليش اشرح لي؟ اقول لك لا شارحه بس اصبر لي شويه، بس اصبر لي شويه. بس اقول لك شلون شارحه؟ غير طريقه. ليش؟ لان القانون انت تطبقه انت بالكيبل هو نفس التراس بس جزء من عنده، من اشرح لك التراس يصير امورك كلها تمام. اوكي يا الله. اخوان تعال نقرا السؤال ونشوف شو يريد وشلون نحل انا وياكم. حبايبي الحلوين يا الله. نجي يقول لي فور كومبوز ستراكشر شلون احسب الهوريزونتال موفمنت ات بي بالبي هوريزونتال. اريد افتهم شغله. اولا لان ستراكشر بي قوه واحده 60 افقيه وطلب ايضا الازاحه الافقيه بنفس النقطه بس قوه مركزه، فالام سمول ايش حيساوي؟ ام كابيتال على القوه الخارجيه. والنيو سمول ايش يساوي؟ بي كابيتال على القوه الخارجيه. ها نذكر نذكرها ملاحظه بس هاي الفائده. تعال نتعلم شلون نطلع الرياكشنات ونطلع الام كابيتال والشنو والبي كابيتال. ليش؟ لان انت عندك هذا الاحمال الحقيقيه. بسم الله. هذا شنو؟ هذا اي واي، وهذا شنو؟ هذا الدي واي والدي اكس. بسم الله. مجموع العزم حول الاي يساوي صفر، 60 في 1.5 سالب دي واي في 4 يساوي صفر، فالدي واي يطلع عندي. مرحبا يا ماكو مشكله ان شاء الله. تمام خلينا نجيب لكم الحاسبه. ف 22.5 تعالوا وياي لا تنسى تعال البطل تعال. هاي 22.5 صاعد صح ولا لا؟ هاي شو يصير؟ نازل 22.5 اكيد. 60 يس يمنس 60 يسرى. ها طلعت الرياكشنات. قبل ما نطلع ام كابيتال ام سمول وهاي السوالف لازم نطلع القوه بالكيبل، فش راح اسوي؟ صير ذكي اخذ جوينت دي. ايش تاخذ يا جوينت دي حتى تطلع القوه بالكيبل؟ اخواني نجي اسئله نقدر نقدر يعني يعني ناخذ قطع بالكيبل بس اسهل شيء بهيك اسئله وش نقول؟ نقول يابا ناخذ جوينت دي اللي هو جوينت ميثود اللي شارحي انتم شايفين الفيديوهات داز لكم اياها. دي ايش بيها؟ دي بيها هاي 22.5 بيها ايش قد؟ 60 بيها القوه الاولى هاي هي الدي الى سي البي الاولى الكابيتال هذا بي بي كابيتال مال من مال دي الى بي. حلو؟ فانا شنو السلوب مال اثنيناتهم السلوب مالتهم 2 اكس 1.5 يعني يطلع هذا 2.5 وهذا ايضا 2 اكس 1.5 يطلع هذا ايش قد؟ 2.5. اوكي مو اوكي. فنجي بكل بساطه الجوينت ميثود اشرح لك اياها بالفيديوهات اللي اساسيات مال تراس سميشن اف واي يساوي صفر وياي البي مال دي الى سي في 1.5 على ايش قد؟ على 2.5 زائد البي مال دي الى بي في 1.5 على ايش قد؟ على 2.5.
زائد 22 عبر بعد اللي يساوي سالب 22 ونص معادل رقم 1 بسهلكها بالحاسبة. شو سوى هاي summation f x يساوي 0 ال b مال d إلى c في 2 على 2 ونص أم ال x سالب ال b مال d إلى b في 2 على 2 ونص 60 معادل رقم 2 بالحاسبة. ذكرون هسه ورا المحاضرة اشرح لكم شلون حيطلع لك ال b مال d إلى c وال b مال D إلى B مباشرة بدون أي تعب بالحاسبة معادلتين مجهولين، يعني متفقين؟ زين، هسه أنا كملنا ال شلون نقول؟ كملنا الـ P كابيتال، خلي على الصفحة نحتاجها بعدين. أول شيء بس أريد أقول شغلة صغيرة. لأن 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 قوة واحدة مسلطة مركزة، قوة واحدة مسلطة مركزة، وكان مطلب الدفليكشن بنفس المكان، فتقدر شو تسوي هنا قبل شو تقول؟ الـ U small مال D إلى C هي 18.75 على شنو؟ على القوة الخارجية اللي هي 60، فيطلع الـ U small عندك، راحتين شان كومبرشن. الـ U small مال D إلى B أيضا القوة اللي P capital، مثل ما علمتك ذيك المحاضرة على الـ U small مالتها، رجاءً هم ملاحظة جدا تفيدنا. فأنا طلعت الـ B capital الـ U small خلاص موضوع متراص، وين هسه أرجع شو أسوي؟ أشتغل مالتنا يا هو. اشتغل مالتنا اللي هو الفريم العادي، نطلع عن كابتل وام سمول، وراها اروح احل الفريم واحد والكيبلات واحد، شو رايكم؟ فالرياضيات الاخير سهل الفكره بالبدايه اخواني، شلون دا احل شلون دا ارتب الحل، واضح؟ شوف خوي تعالوا، ها تمام ان شاء الله؟ يعني بس مجرد دا اسوي اني دا اريد احاول انه الموضوع ما يطلع من يمكم، انه نفس الشيء الكومبوزيت دا اركز عليه، بسم الله. الاي الى بي مائل، هذا من هنا هو هي الصاير. واضح؟ فتعال نجي واحدة واحدة. أول شيء الام كابيتال مال اي إلى بي راح نقصها من ناية ليجا ونازل 22.5 مسافة مائلة اللي هي اكس، هذا 2 بـ1.5 فيتحلل مثل ما علمتك قبل، هذا يتحلل، هذا 0.8 الاكس من اجى 2 على 2.5، هذا 1.5 على 2.5 اللي هو الواي على الوتر اللي هو 0.6 اكس، سوري اول 6 اكس، تمام؟ فالام كابيتال مال اي الى بي شو يساوي؟ سالب 22.5 اللي هو هذا الام كابيتال في قوه عاموديه مسافه افقيه 0.8 اكس. حلو؟ زين. الام كابيتال مال سي الى بي الفوق هذا ايش حيصير؟ منه ينقص بالشكل هنا عندك، عندك كيبل هنا، يا كيبل السي الى دي اللي هو 18 0.75، فهمت قصدي ولا لا؟ تنسى هالملاحظة حرامات. يلا 18 حيتحلل طبعا، وحدة عمود وحدة افقية، حتى الافقية يمر بالنقطة يبقى العمودي، فيصير 18.75 في 1.5 على 2.5 هم الواي. ما دام حللت ايش اسوي المائلة؟ امسحه. يلا اخذ عزم يساوي 18.75 في 1.5 على 2.5 قوة افقية مسافة عمودية اللي هي الاكس. يفر بالسالب. ليه طلعت الام كابيتال عنده قوه واحده قبل شو تقول لي الام سمول؟ والام كابيتال على القوه الخارجيه. شو صار الام سمول مالتنا؟ ام كابيتال على القوه الخارجيه. اخوتي تمام ماكو مشكله؟ وراها طلعت الام كابيتال، طلعت الام سمول، طلعت اليو، شو تسوي؟ تقول للدكتور تقول له يابا الدلتا بالبي اللي تريده انت يساوي دلتا مال فريم على صفحه زائد دلتا مال لينكس. هذا تكامل صفر الى ال، ام كابيتال عندي، ام سمول عندي، اوفر اي اي دي اكس كلها عندي. انتبه المائل ايش قد المائل مالته؟ المائل من صفر الى من الى 2.5، ليش 2.5؟ المائل كان بعادل افق 2 متر والارتفاع 1.5، فيطلع الوتر 2.5، راح مال والدك مو تاخذ اللي هيج. وين دا اقصد؟ دا اقصد لما تجي تكامل هذا الضلع راح اقول لك كامل اصفر اخواني. حدود تكامل مالته من صفر الى طوله، طول الوتر يعني. تمام؟ طبعا هذا تسوي مرتين قطعتين، وهذا شنو هذا القانون؟ قلنا يو عندي بي كابيتال ال اوفر اي اي زائد حراره ما انطاك اياها فتصفرها. والايرور ما انطاك اياها الصفرة، مو نفس السؤال السابق. يعني مو دام هذول تضيفهم. هذا ايضا كان سؤال ثاني على موضوع الكومبس، طبعا هذا حل موجود حله النموذجي. هنا حل النموذج 2014 الريكشن طلعناها احنا. قوه بالكيبل مثل ما طلعناها احنا، شوفوا بعد شلون تسوي اليو، بعد شلون تسوي اليو البي كابيتال على الاف الخارجيه مباشره حالها، ايضا طلع البي والاف وراها شنو سوى وراها؟ مسوي نفس الحل مالتنا بالضبط، يعني لا تخاف نفس الشيء. ناف جاي شو مسوي هنا؟ نطبق قانون
الدلتا تراس. شوف بقى القانون ما بي تكمله، ما بي زائد ايرور زائد حراره، ليش؟ لان صفر كان اخواني، فهذا صفر وهذا صفر، صح ولا لا؟ هذا ايضا سؤال ثاني عكم بس، تمام؟ سؤال ثاني اخواني بنفس الاسلوب بنفس الترتيب ايضا كومبوزيت، راح بعد واحد ثالث يمكن على اقواس و شو تقولون ويعني ننتقل للتراس. يعني هذا الكومبوزيت اخواني، مدى خوفك اني بس شو تقولون يعني بس داري اقول لك ترى الكومبوزيت هو جاب الفاينل، وشو نقول وحده ويا وحده داري شنو اقول لك هذا سما فاينل ما تشوفه انت، واضح؟ قد سؤال زين for composite find the horizontal deflection at B، يريد بال B horizontal. نفس السؤال السابق بالضبط، نفسه بالضبط، بس شنو غير مكانك كيما تطاك ايرور وحرارة، تمام؟ خلي بس نحكي فكرته وشوية شوية. هذا اولا هي الصاير باعه، واحد اثنين ثلاثة، لا عندك رولر فتفرض هناش عندك تقول عندي سي واي، شو عندك هنا؟ هذا الكيبل البي مال حسميها مال 1 سميها بي، بي 2 بكل بساطة وين التقن؟ لفوق كلش، لان قصيتين كيبلات اعتقد هاي اسمها اي، فهاي 60. فاول خطوة اقول مجموع العزم حول الاي يساوي صفر، فهيطلع عندك السي واي اول خطوة مباشرة، تمام؟ ماكو مشكلة ان شاء الله. اوكي اخواني بسم الله على بعد يمك، هاي واحد متر وهاي اثنين متر وهاي ثلاثة متر، الارتفاع كله واحد ونص باربعة، من ذلك هنا واحد ونص باربعة، في يلا رياضيات طبيعة الحل انا وياكم بسم الله. يلا اخواني عزم بالاي السي واي سالب في ستة سالب 60 في 4 يساوي 0، فالسي واي يطلع سالب 40، يعني شو حيصير هنا؟ 40 اللي جوا. اوكي الموكي شو نسوي وراها؟ سميشن اف اكس بعدين اف واي، ليش اف اكس؟ البي 2 يطلع عندك، ليش بي 2 ايش بي مركبتين؟ الوجه قد المي مالته بعطره تعال من هنا لهنا 3 ب 4، فحيصير البي 2 هذا هنا 3 اكس 4 واي، فسميشن اف اكس يساوي صفر، 60 يمنى سالب بي 2 في 3 على 5 طلع عندي البي 2، وراها سميشن اقوى يطلع البي 1، فبخطوه بسيطه طلعت البي 1 والبي 2 والسي واي. طبعا بي 1 وبي 2 شنو هني؟ استخدمهن بالقانون مال دلتا وباللينكات. وراها شو اسوي؟ وراها ما خلص السؤال لازم اروح للفريم اقطعه ثلاث مرات واطلع ام كابيتال مالته، وراها ارجع شو اشتغل؟ ام سمول مالته، واضح ولا مو واضح؟ تعال نكمل لكم. بس صدقوا ملاحظة صغيرة، اللينك اللي هو ال1 بعدين اللينك 2 ايش بي طلعنا البي كابيتال مالته ال1 هو سالب 40، بس دارت الحل يعني، والبي 2 ايش طلعت 100 تنشن، اليو مالته حيساوي دائما القوة مال لينك على القوة الخارجية، ليش؟ لان عنده قوة واحدة ونفس المطلب بيها هو الديفليكشن الهورزنتال بالبي، ف 40 على 60 فيطلع سالب 40 على 60 هذا 100 على 60، هذا هو اللينك، تمام؟ تريد من هسه واحد من الطلاب يقول استاذ انت انا طلعت الكيبلات واحد طلع قانونهم، اقول له صح كلامك، تعال دلتا مال لينك يساوي يو بي ال اوفر اي اي زائد دلتا تي الفا ال زائد الايرور. يلا الكيبل الاول اليو مال تشقد سالب 40 على 60، البي مال تشقد سالب 40، طول الون ايش قد؟ كله طوله 1.5 ب 4.5 5.5 اي 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 10 اس 5 الحراره بالكيبل الاول اللي هو الاي الى دي، هذا نسميه اي الى دي بحراره 40، فنقول زائد معامله التمدد 12 في 10 اس سالب 6 حراره 40 وطوله 5.5، اكو ايرور لا صفر، هذا الدلتا مال اول واحد، زائد حتى اطلع دلتا لين كامل الكيبل الثاني 100 سوري لا اليو مالته 100 على 60 اسف 100 على 60، البي مالته 100، الطول مالته مال 5 لان 3 ب 4 10 اس 5،
الثاني ما بي حرارة بس ايرور، فاصفر حرارة وشو يقول الايرور؟ نصف سنتيم تو شورت. فلين قال نصف تو شورت؟ الشورت تو شورت سالب، نص سنتيم نص على 100 حتى يصير كل المتر، هذا حيطلع لك دلتا وين؟ لينك. خلصت من عنده. هسه نرجع نحل طبيعي، شنو نحل؟ شنو طلع يا دلتا؟ دلتا بيم او دلتا فريم. تعال وياي. طيب واحد يقول ليش دكتور ما ترفع القوة تسلط وحدة واحدة؟ لأن المطلوب دلتا بنفس النقطة وكان المسلط قوة واحدة مركز. اخواني واضح ولا مو واضح شباب؟ تمام؟ زين بسم الله. تعال وياي. تعال نكمل هسه. شو نسوي؟ نطلع الام كابتر. ام كابتر كيفك شلون تحلها؟ حلها. تعال وياي. انا راح احلها بهالطريقه، اقول من الاي لهنا قطع، بعدين من لهنا قطع، بعدين من هنا قطع. واحد يقول لي لا استاذ دخيل، واحد مو حلو اخذه من لهنا. صدق كذي نفس الشيء يعجبك؟ انا ما عندي مشكله كله صح. يلا ام كابتر مال اول وحده ايش حيساوي؟ سالب 40 تمام الاكس، انه هذا من لهنا لما ننقص هذا بي 40 بي اكس وبي ام كابتر من هنا. الام كابتر الثاني المائل راح يصير هيك الشكل مالتنا. انتبهوا وياي شويه. من هنا واحد متر كامله، بس من هنا قصعت اكس، ايش راح يصير؟ راح يصير هذا اللي هو 0.8 اكس 0.6 اكس. بنجيب منين جبت هذني باعه؟ هذا الميل مالته 2 بالاكس 1.5 بالواي، فيطلع هذا 2.5. منين جبت هذا 0.8؟ 2 على 2.5 اكس. هذا منين اجى؟ 1.5 على 2.5 اكس اللي هو القريب القابل على الوتر والمجاور على الوتر. المهم لا تنسى هنا. تعال وياي، ايش عندك هنا؟ 40، وش عندك هنا؟ ام كابتر. فالام كابتر الثاني سالب 40 في المسافه من هنا للاخير اللي ايش قد؟ 1 زائد 0.8 اكس. العزم الاخير اسهل واحد ما يمكن، اللي هو بس هذا من هنا اللي هو هذا هيج، هذا عنده 40 اكس فسالب 40 اكس. كملنا؟ اي كملنا. بعد خطوه اخيره كل السهله يا هي نطلع الام سمول. ام سمول ليش راح يصير سهل؟ بكل بساطه شو اسمه؟ بس نقسم هذا على هذا، يعني شو نقول؟ الام سمول الاول يساوي ام كابتر على القوه الخارجيه، ام سمول الثاني يساوي ام كابتر على القوه الخارجيه، والام سمول الثالث نفس الشيء. اوكي؟ هم راح نطلع واحدتين، طبعا السالفه ما تفوتك بهوست التيبل، انا انت ايش راح تسوي انت؟ هذا الجدول علمتك اياه قبل، انه كل بارت دي اي والبي الى سي والدي الى بي تقدر ترتبها بهالطريقه برا. تعال اعلمك اياها. شلون حبايب؟ هيك بعض اسماء انتبهوا وياي. مثلا شلون عملتكم؟ شوف انت هذا الترتيب كيف، بس هذا الترتيب يفيدك بالامتحان. مثلا تقول له فور فريم، ما تريد تخربط، انت تقدر تطبق قانون مباشره، بس ايش ارتبك؟ شو تسوي؟ البارت ايش قلنا؟ قسمناه 1 2 3، الليمت مال كل واحد، اول واحد كان من 0 ل 1 العدد، والثاني من 0 ل 2.5، والاخير اعتقد من 0 ل 3. اي من 0 ل 3 هذا السي الى بي، هاي حدود تكامل. بعد كل واحد طلع على ام كابيتال وام سمول، وكل واحد بي اي اي، حتى ما تجي تطبق قانونك الاخير اللي هو الدلتا يساوي تكامل 0 الى ال ام كابيتال ام سمول اوفر اي اي دي اكس، حتطبق ايش كم مره؟ 1 2 3 مرات. ليش كم ايش كم بارت عندك؟ تعرف هذا لازم تسويه بالحاسبه، مو تسويه ورقه وقلم كلش تتعب. فهذا ايضا سؤال ثاني على الكومبوزيت. هذا السؤال خذوه، يقول لك السؤال هو اعتقد السادس، معطيك الاي اي 60000 تمام، معطيك ال فايند دلتا اي في، يريد دلتا بالاي فيرتيكال. حلو لي انتم اخواني سهل هذا، لان هذا فريم عادي لا بي كيبل لا ما ادري شنو، بس انا لازم اخليك تباوع. اوكي قلت على هذا نسولف بيه. يلا هذا والله هذا ختامه مسك حتى نعبر للتراس تمام. بس هذا كان كل شيء من ليش هيك سنه فاينل حلوه كل شيء بيها تراجعوها حتى بعد تصير عندك المحاضره او الكومبوزيت او الدبلكشن ملل. يقول الاستاذ التراس انت ما مهتم؟ لا مو مهتم له، انا دا اشرح لك التراس بدون ما تدري والله. يا هو دا اشرح لك، دا اشرح لك اني الكومبوزيت الكيبلات ترى يعني تراس، بس اصبر لي دقائق هسه نقدر نربط بعدين انا وياك. واضح؟
بس انا استريدك شنو تستفاد من هاي الاسئله هوايه. يا بسم الله شو يقول لي؟ يقول لك for composite shown evaluate the value of horizontal movement at C. هذا ما يصير به الحاله مالتنا مال اخلي اليو اليو سمول وام سمول القوه الخارجيه ما ادري شو. ليش؟ لان هو طالب وصح هو مركزه وحده بس القوه المركزه بالبي والديفليكشن مطلوب وين؟ بالسي. فما يصير ما تقدر تقول ام كاتر على الاف الخارجيه يساوي ام سمول ما يصير. تقدر لازم القوه بالبي فالديفليكشن يصير بالبي صح ولا لا؟ خلاص تحل حل كامل. تعال نشوف اخواني حلوين نجي يوز يونتون مثلا نطيك الاي اي نفس السؤال السابق بالضبط. شو تسوي هنا؟ شو تخلي الدي واي؟ شو تخلي هنا الدي اكس؟ شو تخلي هنا سي واي؟ مجموع العزوم حول وين؟ حول التي يساوي صفر او لا يعني خليه حول السي مفيد مشكله نفس الشيء حول السي يساوي صفر سالب 20 في 7. اريد واحد بالبي اكس منين جاي السبعة؟ ولا تعال اقول لكم تعالوا اخواني انا مو 20 قوة عامودية مسافة افقية منا لهنا ما اعرف وصفها 4 مش اعرف هال 3 متر هي نفسها 3 واعرف انه الكير نصف قطر 3 منا 3 منا فصار 7 زائد 40 في 3 زائد الدي واي في 4 يساوي 0 يطلع عندك الدي واي اوكي في الدي واي يساوي 5 كي نيوتن. لا لا طبعا يا اخواني فين تبوا هاي 5 وهاي 20 تمام لازم هاش قد تبقى عندك بعد 15 حتى 15 زائد 25 هذا 40 يمنش صار 40 40 يسار طلعت كل شيء اخلص من الكيبلات تقدر تخلص من الكيبلات تاخذ جوينت فش تاخذ جوينت دي حتى تخلص من الكيبلات تاخذ على صفحه هنا شق هنا عندك 5 ايش عندك هنا بس افهمك وحده وحده هذا عندك هنا 40 هذا الكيبل هو الدي الى بي وهذا يا كيبل الدي الى اي مباشره شباب سميشن اف اكس بعقلنا 40 فهي 40 تنشن اف واي فهي 5 بس تكتبيها من كومبريشن هاي انتهى هذا البي كابيتال والبي كابيتال مال دي الى اي والدي الى بي حلو ايش نرجع؟ نرجع نطلع الام كابيتال ام كابيتال مال سي الى بي مائل ومال اي الى بي كيرف واضح لما واضح فاحنا نجي نقول ام كابيتال مال اي الى بي انتبهوا يا عيال شكو عندك هنا 20 وش قد هذا الكيبل كيبل ايش قد طلعت القوه مالته 40 لا تنساها ها زين باعوا يا عيال شو تسوي؟ تقول هذا الكيبل مالتي هذا الثيتا ها ابطال المسافه هاي ار اللي هو 3 ساين الثيتا وهاي 3 في 1 ناقص ساين الثيتا لا كوساين الثيتا هذا صح كوساين الثيتا والام كابيتال مال اي لا بي شفوا قصدي لا تخاف انت ترى المحاضره السابقه انت الكومبوزيت ترى مخلصه بس انا حبيت اسولف هالاسئله الفاينل حتى تقول انا قريت كل شيء تمام في العزم مال اي الى بي ايش حيساوي سالب 20 في 3 1 ناقص كوساين ثيتا سالب 40 في 3 ساين ثيتا رتب انت ما عمل علاقه بالترتيب المهم ايش احتاج يا ام كابيتال بعد ام كابيتال الثانيه هو مال مائل مال سي الى بي تعال شوفه ام كابيتال مال سي الى بي هذا المائل مال تي شد هنا اللود عندي يا 15 هذا اكس وهذا ايش قد كان مطي الميل وورد رجل 4 ب 3 فاكيد هذا 0.8 اكس و 0.6 شنو اكس وهذا الام كابيتال مالتها ماكو مشكله شباب فنجي 15 قوة عامودية مسافة افقية 0.8 اكس الى هنا ايش سويت انت هسه حد الان ايش طلعت؟ طلعت ام كابيتال وبي كابيتال ايش ترجع ايش تسوي؟ ترفع كل الاحمال المسلطة وصلت لي وحدة واحدة بالمكان المطلوب ها تعال نجي نحل من جديد نجي هذا السؤال مالتي
هذا هنا كان هيك بهالطريقة، نسوي بغير لون، هذا كيبل، هذا كيبل، هذا هنج، هذا رولر، اي بي سي، وهاي الدي، هذا هوريزونتال بالسي، فاخلي وحدة واحدة بالسي، هاي يونت لود. يلا مجموع العزم حول هاي نقطة، حول نقطة الدي، هذا ايش بيها؟ ايش قلنا بيها دي واي وبيها شنو؟ سي واي. تعال اول شيء على كيفنا، مجموع العزم حول السي مثل ما تعودنا يساوي صفر بالاتجاه الموجب. لما نسويهن فالدي واي حتصفر، يعني هذا لما تاخذ عزم هنا هاي تصفر، السي واي مالتها تصفر، كله يصفر، فالدي واي ايضا يصفر، يبقى واحده. مجموع العزم حول هذا يساوي صفر. سميشن اف واي هذا يساوي صفر، سميشن اف اكس هذا يطلع واحد اليسرى. شنو رايك؟ حلو. بعد انت اجيت حتى تحل بسرعه تطلع اليو سمول، تاخذ هاي الجوينت على صفحه صفر ما ينكتب، واحد منها، فايش يصير هذا اليو مال دي الى اي؟ سالب واحد، وهذا ايش قد اليو مال دي الى بي؟ صفر. فصار عندك يو وصار عندك بي كابيتال. ما تقدر على صفحه اللينك تقول له فور لينك، اطبق هالقانون ولا غلطان؟ طاوتك لا حراره ولا ايرور لا كل شيء، فبي ال اوفر اي اي وبس، لان الحراره والايرور راح ينحذفن. ليش ينحذفن؟ لان ما عندك اياها. زين هسه ترجع انت طلعت الام شنو؟ الام الدلتا مال لينك، فقط عندك طلع ام سمول مال هذا وام سمول مال هذا، حتى شنو؟ حتى تسوي دلتا مال فريم ودلتا مال من مال قوس حتى يكمل كل سؤالك. مثل ما تعرفون هذا المائل هم مالته منه وهذا منه، ها شو رايكم حبايب؟ اوكي تعال ناخذ القطوعات ونشوف شو وضعنا. فقصد اخوان هذا الموضوع مو صعب، بس رادنا شويه استمراريه. بالنسبه للبيم راح نجي ناخذ نقول فور هذا الام سمول مالته مال سي الى بي، ناخذ هذا نقول هذا واحد بيها نفس الفوق، هاي ايش قد 0.8x 0.6x، هذا ام سمول مالتها، فواحد في 0.6x، هاي انتهى الدرس. ام كابيتال ام سمول، فطلع دلتا مال خلينا نقول الفريم المائل. ليش ام كابيتال طلعنا لي فوق؟ هذا شوفوا هذا ام كابيتال مالت 15 0.8x، ام سمول شلون حسبته؟ اي اي عندك ايش قد الطول مالته من صفر لخمسة، صح ولا لا؟ زين ايش بقى عندك؟ القوس نفس الشيء، القوس هذا القوس هيجي، شوف القوس شوي بي لعبه. تعال من تاخذه واحده عبالك صفر، لا قوه الكيبل سالب واحد، الكيبل يعني سالب واحد يعني قاعد تضغط، اوكي؟ هاي اللعبه مال الكيبل. زين ايش تكمل وراها؟ تكمل هذا الترتيب مالته، كان قصد الشباب نفس المحاضره السابقه، تاخذ كل شيء على صفحه وتحل. هذا هو الكومبوزيت وين؟ بالديفليكشن. ليش مهم؟ لانه يحتوي لك كل شيء، واضح كل اللي يحتوي لك، هذا قصدي. الشباب هذا ياخذ ار ساين في الام سمول مالته 1 في 3 اللي هو ار ساين الثيتا، نفس الشيء دلتا مال قوس تجمعهم ثلاثتين كيبل وقوس وفريم، صفر ثيتا هي باي على 92، ام كابتا عندي فوق، ام سمول طلعنا هاي هنا، اي اي ار دي ثيتا، كل امورك تمام. اوكي اخواني؟ فهذا كانت اسئله، اكو بعد اسئله بس يعني هاي اللي نقدر نجمعها اللي يحتوي كل الماده. هسه حاليا تعال نحكي الموضوع اللي متعبكم نفسيا، اللي انتم كنتوا ريد اولا بجامعه بغداد ماخذين انتم فقط الديفليكشن بالتراس، بس دلتا مال تراس، واضح مو واضح؟ تمام. هو الموضوع التراس جدا سهل، انتوا عندكم بس ديفليكشن قلنا بجامعة بغداد او نفس السيتلمنت او بس بالاسمنت يو بي ال اوفر اي اي الفا تي ال ايرور. وين ماخذين هذا القانون؟ نعم ماخذين بالكومبوزيت. شنو هو؟ اول ما نبدي البي هي القوة الناتجة من الاحمال الحقيقية، القوة بالتراس على طريقة الجوينت ميثود فقط، نشرح من ياها طريقة اللي انا منزل لك فيديو خاص بيها. الجوينت ميثود هي نفسها البي. الال طول الضلع، الاي اي 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 مع المرونه لاي مساحه، حراره ايرور. اليو هي شنو؟ هم قوه بالتراس، بس شنو نتيجه
نتيجة رفع كل الأحمال وتسليط يونت لود بالمكان المطلوب. وموضح لك هنا البي ممكن تكون موجب لو سالب، اليو أيضا موجب سالب، الحرارة وهكذا. واضح لو واضح؟ هذا الحكي كله ما له داعي. تعالوا نجي ناخذ سؤال نحله للأخير للأخير كلش كلش، نطلع بيه القوة وشلون أعلمكم تطلعون بهالطريقة بالجويت ميثود اللي احنا قاريها قبل، وشلون نسوي جدول الأخير لنفس الحل مال الدكتور مالتكم الساعة كان. واضح لو واضح اخواني؟ حتى نفتهم ايش ديصير عندي، تمام؟ فتعال ناخذ أسئلة متنوعة على الموضوع. تذكروني ويا أول سؤال تقول أستاذ هاي فهمنا ترى هو جوينت ميثود بس ده تكبره أنت. نعم هذا الصحيح. السؤال الأول يقول لي determine the vertical displacement at A. E A يأخذها 10^3 تمام. مطيك هذا الرسم خلنا نأخذ على صفحة وما مطيك لا حرارة لا إيرور. تعال نحل هذا السؤال كله ونشوف شنو الحل مالته أنا ياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد يقول هيك ترس سهل. نعم هيك ترس سهل بشرط التشقاري قاري لي لازم السكشن ميثود والجوينت ميثود او بس جوينت. صراحه حاليا احتاج جوينت ميثود كلش كلش كافيه بهذا الموضوع، تمام. بسم الله تعالوا حل وحده وحده واحتاج هذا الرسم مال ترانس ابقيه من هنا واشوف شو الوضع مالته. اوكي يا الله شوف اخوتي ايش راح نسوي هسه انا وياكم. راح نقول بسم الله بسم الله تعال يا الله. اول شيء بدك تحل ديفليكشن تراس. اول شيء الاحمال الحقيقيه حطلع لك البي كابيتال شلون على كيفك شويه شويه. ممكن تحتاج الرياكشنات اي ممكن تحتاج الرياكشنات. تعالوا نطلع الرياكشنات عليكم سريع سريع. مجموع العزم بالدي يساوي 0 سالب 10 في 6 سالب 20 في 3 ها صح لا لا طبعا العلم العلم هذا السؤال مفروض نغيره. شلون نغيره؟ شوف السؤال هسه انتبهت عليه. مفروض مفروض هذا يكون تيتشر وذر مالته حتى يصير اتزان صح لا لا اخوان ها ابطال راح الاستاذ نحل قلت له يابا انتبهوا اول شيء اتزان الله فهذا لازم اي اكس يصير. نشوف شلون نحله. تعالوا اخواني فسالب 10 في 20 خلينا نقول حنفرض هاي تنشن زائد الـ EX في 4 يساوي 0 فالـ E إلى X طلعت تساوي. بالكم علاقة بحل الملزمة؟ طبعا الحل هذا لأن لازم يصير اتزان هذا. آسف عشان اكو خطأ عندنا. سالب 10 في 6 سالب 20 في 3 تقسيم 4 يطلع عندك هذا 30. بسم الله طلع الـ EX منا ايش قد؟ 30. summation FX ايش قد تطلع منا؟ 30 صح لا لا. اف واي شيء صار عندك اف واي نازل جوا فيصعد فوق 30. منين جت 30؟ 20 ب 10 ماكو مشكله. ها طلع لنا اول شيء رياكشنات نمسح على صفحه. تروح تحل كلهن جوينت ميثود كلهن شنو؟ جوينت ميثود ملاحظات بالزيرو فورس ممبر مالته بكل شيء تطلع القوه بكل اضلاع. يا الله اول جوينت تبدي تبدي بجوينت اي. تعال نشوف شلون. جوينت اي شبيهه بهذا نط العين. شبيه اي بناخذ الاي نازل جوا قد عندك 10 هذا هو الاي الى بي. شنو الاخ هذا؟ الاي الى سي تمام. هذا الاي الى بي والاي الى سي. اي الى بي ابعاد 3 اكس 4 واي. انت بعقلك شو تقول بعقلك؟ اكو بي وحده افقي وحده عامه ودي تنسى اياها. افضل شيء تسوي سميشن اف واي بالبدايه بمجهول واحد سالب 10 زائد الـ AB أم الـ Y يعني في 4 على 5 يساوي 0 فيطلع عندك الـ AB. أخوتي ماكو مشكلة إن شاء الله؟ نجي نشوف 10 12.5 أعتقد يطلع مضبوط 12.5 موجب. انتبهوا وياي مطلع 12.5 تجينا شنو؟ ديجر النقطة وديجر النقطة منا نفس المقدار عكس الاتجاه. إيش صار قيمته 12.5؟ ها يا صمم شو نسوي وراها؟ هاي الخطوات مال أول كلي FX الـ A تو سي انا اريده زائد الاي بي سنه طلعناه 12.5 في يوم الاكس ايش قد 3 على 5 يساوي 0 فهذا او بوينت شو اسمه 6 طلع 7.5 كومبريشن. شنو يعني كومبريشن؟ ده يضغط الاي منه وده يضغط الاي منه السي منه ف 7.5 خلي سالب يمه. طبعا ما اقدر سالب ليش؟ لان صار كومبريشن. خذ جوينت اي وراها اخذ يا جوينت البي اخذ وراها السي
برضو اخذ اي فاطلعهم كل اللي لازم اطلع كل الاضلاع كلهم ما اخلي اي واحده ما طالعه كلهم تمام ليش قانون بي بي و ال و اي اي وحراره ويو فلازم اطلع البي بكلهم يلا نمسح هذا ايضا شو طلع يا جوينت هسه ناخذ لكم يا جوينت اخواني تعالوا نشوف ناخذ جوينت بي بسم الله انتبهوا يا اهي البي شبيها بعد صار شيء معلوم بي 12 ونص من ناكجه شوك هنا عندك البي الى دي شوك عندك دا افرض كله دا افرض تنشن يطلع موجه وبقي طلع سالب غيره لا تنسى هذا ايش قلت 3 ب 4 يلا ايضا سميشن اف اكس يساوي 0 فسالب 12 ونص ام الاكس في 3 على 5 زائد البي الى دي يساوي 0 فالبي الى دي طلع 7 ونص تنشن فحيصير يجر هذا منا ويجر هذا منا ايضا ايش قلت 7 ونص اوكي سميشن اسوي سميشن اف واي يساوي صفر سالب 12 ونص لي جوا في 4 على 5 طبعا هذه صاير اكس واي لا تنسون سالب البي الى سي حيطلع بالسالب كومبرشن يعني اخوتي مو صعب ولكن كلش مطول ومزعج بس هو نفس الخطوات القديمه طلع 10 ما دام 10 10 يضغط النقطه منها ضغط منها وضغط منها سالب 10 ايش بقى عندي اخذ جوين سي اطلع ضلعين هذاك الثالث اوريدي يطلع صفر لان تاخذ سميشن اف واي ما بي كل شيء تاخذ اف واي فاخذ جوين سي يخلص كل شيء تمام حتى ما يعبر اعبر لليو جوين سي اخذوها لي حبايب شبيه باعوا من فوق جاي هذا العشرة ما بدنا نكتب سالب هو 10 اللي جوا منا اخواني ايش عندك عندك ايضا سالب 7 ونص فهي 7 ونص ايش بقى لك؟ بقى لك هذا حفرضه منه ايش قد؟ ما السي الى اي تمام؟ وهذا المائل ايش حينفرض منه؟ السي الى دي تمام اخواني؟ بسم الله السي الى دي ايش قد الميل مالته؟ 3 اكس 4 واي فنفس ما قلت لكم هذا بي 2 يعني المائل دائما فنبدا اول شيء سميشن اوف واي فنقول يابا سميشن اف واي يساوي صفر فاتجاه على الموجب سالب 10 زائد السي الى دي ام الواي في 4 على 5 يساوي صفر فالسي الى دي طلع عندي 12 ونص بالموجب فالسي الى دي طلع موجب 12 ونص منا منا 12 ونص سوى لها سميشن اف اكس ورا هالخطوه تكملنا كل الاضلاع اللي ترص الداخليه طلعناها ويا طريقه الجوينت ميثود واضح ولا مو واضح؟ فاف اكس 7 ونص زائد السي الى دي اللي طلعناه 12 ونص ام الاكس مالته 3 على 5 زائد السي الى اي يساوي صفر راح يطلع طبعا بالكومبرشن 12 ونص في 0.3 0.6 اسف 14 يطلع سالب 14 اوكي اخواني ماكو مشكله فطلع منا لهنا سالب 14 حلو هالخطوه الاولى الخطوة الثانية ارفع كل الاحمال المسلطة واسلط يونت لود بالجوينت المطلوبة واطلع يو سمول وراها اطبق القانون مالتي على كل اضلاع، تريد تطبق على كل ضلع واحدة كيف تريد تسوي جدول نفس الدكتور سوي جدول، فهمت قصدي ولا لا اخواني؟ ماكو مشكلة؟ تمام؟ بسم الله، هسه هذا اليو نعرف على صفحة نجي نرسم نفس الرسم بس نخلي عفوا هذا البي نرسم اليو، هاي الصاير هذا هيج هذا هيج مع وياي هذا هنج وهذا رولر بسم الله بس نخلي الارقام مالتنا هذا اي بي سي دي اي شو يريد نقرا السؤال؟ يريد فيرتر كار ات اي بسم الله نجيب هذا الاي نخليه هنا هذا الواحد هنا تعيد نفس الخطوات بالضبط وين؟ تسلطها وين تسلطها؟ على كل الجوينات طلع كل القوب كل الاضلاع تعال شوف انا وياكم والله تعالوا بسم الله نفس الاسلوب جوينت اي وبي وسي طلع الكل وطلع الرياكشنات وتكمل كل شيء للاخير للاخير تعال اسوي لك اياه يلا وايش طلع الرياكشنات شكو هذا هنا عندي الاي اكس هذا الدي اكس وهذا شنو هذا الدي واي مجموع العجوم حول الدي يساوي صفر المسافه طبعا ايش قد 3 متر ب 3 متر وهي 4 متر اوكي فشنو نقول هسه احنا سالب 1 في 6 زائد او سالب ايضا زائد سالب الاي اكس في ايش قد
في 4 يساوي 0، فال e الى x يساوي 6 تقسيم 4 1.5 اعتقد يعني، تمام ضبط 1.5 سالب 1.5. انتبهوا وياي شنو يعني قصدي، هذا سالب 1.5 يعني هذا يطلع منا 1.5، هذا يطلع منا 1.5، واحد جوا يصير واحد فوق، طلعت الجوينت. بسم الله اخ الجوينت، جوينت هو اللي تبدا بالسره، شلون يعني تعال وياي صير سريع، هذا 1.5 فيصير شنو هاي سالب 1.5، يعني ضغط منا وضغط منا صميش اف واي هاي صفر. يعني يا شباب تقدر تاخذ كل جوينت نفس السؤال قبل عادي، جوينت اي تاخذ سميشن اف واي لها 1 في الطرح هذا 1.25. شباب ممكن تحل بهذه الطريقه، يعني تحل بعقلك اف واي اف اكس كل جوينت عادي تريد، لا والله تحل نفس الطريقه قبل شويه. اوكي مو اوكي شباب ماكو مشكله، هذا 0.75 بالسالب. انا احل ايش طريقه ليش، يعني هي جوينت ميثود اخواني ما بيها مشكله بعد. يلا جوينت بي ايش حصل، هذا 1.25 في 0.6 هذا 0.75 تنشن، وهذا الله 1 كومبريشن سالب 1، والمائل ايضا خلينا نقول يطلع مثلا دي يطلع عندنا 1 سميشن اوف واي 1 في 5.4 يطلع عندك 1.25 هذا، شلون يطلع هذا ربع تنشن؟ هلا الله كلها، هاي شنو هذا رسم اليوم؟ فالمهم انا هسه ما ردت اسوي الجوينات من جديد واحلك انت نفس الحل بس غير ارقام اخواني، فالمهم هذا الخلاصه انه انت تطلع بي وتطلع يو. شو سوى وراها؟ ايش سوى هذا الجدول هذي؟ باعوا وياي، شو راح تسوي جدول وياي؟ تقول اللينك او البار كل لينك ايش بيه اذا تريد، كل لينك ايش بيه كان بي كابيتال والال مالته والاي اي اذا موجوده. اي اي شو تسوي؟ انت مو قانون لك دلتا يساوي بي ال اوفر اي اي زائد دلتا ال الفا او دلتا تي اسف الفا في ال زائد الايرور كله مضروب في يو لو لا؟ نفس الشيء شو راح تسوي هسه هنا؟ تسوي اول بارت البي ال اوفر اي اي تخليها، وتسوي ثاني بارت دلتا تي الفا ال، وثالث بارت يا هو الايرور هذا الاول والثاني والثالث تجمعهم تضربهم في شنو في اليو الناتج مالتهم شو يعطيك الدلتا. فراح تسوي اللينك تخلي كل اللينكات طبعا الاي والبي كل ثلاثه نجرب الاي مثلا اي بي نجرب الاي بي ايش قد البي كابيتال مالته 12.5 ايش قد بي سمول مالته ايش قد طوله طبعا 5 ايش قد الاي اي مالته معطيه الدكتور 10 اس 3 تمام ايش قد اليو مالته 1.25 نجي اكو حراره صفر اكو هذا صفر هذا بي ال اوفر اي اي نضرب البي اللي هو 12.5 في ال ال 5 على اي اي 10 اس 3 فطلع عندك 0.0625 1 2 3 تجمعهم في يو يطلع لك الدلتا اخوتي فطلع الدلتا بالمتر 0.078 ايش تسوي وراها؟ تعيد هذه الخطوه على نفس الاضلاع. فشوف اخوان شو مسوي الشيء هنا نطلع القوه بكل اضلاع جوينت ميثود بالبي وراها راجع حال نفس الطريقه حال لك اياها بالتفصيل. طبعا هناك مشكله قلت لك لازم هذا يصير لنا صراحه يعني المهم تحلها باليو وراها شو سوى وراها تسوي جدول علمتك عليه. ليش انا حاذف الحراره؟ ما في حراره فبي ال اوفر اي اي في يو هذا في هذا يعطيك الدلتا مال كل ضلع بالاخير تجمعهن هو شو يعطيك الدلتا مال اي اللي تريدها انت. هذه هي الخطوات الثابته لحل تراس. تعال نشوف غير اسئله انا وياكم. السؤال الثاني اخوان شو يقول لي؟ فور تراس شون فايند ذا هوريزونتال ديسبليسمنت ات دي، يريد القوه او الازاحه الجانبيه بالدي ديو تو رايز ان تمبرتشر تزايد في درجات الحراره وين؟ بالاي بي والاي دي والبي سي مو كلهن. also سي الى دي ب 1 سنتيمتر تو شورت يعني هذا ايرور. هذا طاق حرارة وطاق كل شيء يعني نفس القانون نشتغل ما طريقة الحل. أولا تيجي تطلع الرياكشنات الخارجية يجي الصميشن مومنت بالأي طلعت الإي واي والأي واي والأي إكس ما عندنا مشكلة. هسه تعال نشتغل شو راح نشتغل أنا وياكم أول شيء تعال نشتغل صميشن أول شيء يعني ناخذ جوينت جوينت حاخذ أول شيء جوينت سي
طلع عندي هذا سالب 50 بصفر، وراح اخذ جوينت بي اللي هي مباشره صفر. ليش؟ اي جوينت على شكل حرف تي يعني ضلع عين على استقامه واحده، الضلع الثالث تشبيهه صفر بشرط لا مسند ولا كل شيء، فانا مصفره. فقصد اخواني هذا الرسم رسم البي، طلعت القوه الداخليه مال كل الضلع يا طريقه الجوينت ميثود يا طريقه. وانا مسوي لك اياها كلها يعني بالتفصيل. المهم اللي جيت سويت اليو اليونت لود، رفعت كل الاعمال مسلطه وسلطت يونت لود وين بدي. نتذكرها ملاحظه، اذا كان ضلعين زاويه او ركن وماكو لا قوه لا مسند فضلعين شبيهين صفر، فصفر انقبل بدون حسابات. بعد ضلعين على استقامه واحده والثالث شبيه عمودي، فشبيه هذا ايضا صفر. لين هذا صفر وهذا صفر، فاكيد هذا تاخذ له صم اشراف وايضا صفر. فشباب لازم تحل بهالسرعه، يعني مو كل الجوينت تحله بس على الملاحظات مالتك. فالمهم ايش طلعت لك يا جدول اليو، ترجع ايش تسوي؟ ترجع صار عندك اليو، صار عندك كلش، ترجع تسوي لهذا الجدول مالتك اللي هو ترتيب. شو الترتيب؟ تقدر ما تسوي تسوي كل جوينت بواحد، لا جيت كتبت كل الاضلاع مالتي، كل واحد وطوله، كل واحد والبي مالته، يلا بي ال اوفر اي اي زائد حراره زائد ايرور، اجمعهم كل ايش قد اضربهم في ايش قد فيو يعطيك ديفليكشن. تنزل حسب الموجود، اكو اضلاع ما بيها بس بي ال اوفر اي اي، شوف شلون؟ اكو اضلاع بيها بس ايرور، اكو اضلاع بيها بس حراره، فمجرد قوانين تطبق التراس كله وتجمعه. هذا هو التراس اخواني، مو صعب مو صعب. فلذلك قلت لك اني لا تستعجل علي، ما يفيدك هسه اشرح لك اياه، اقرا السكشن ميثود. جوينت ميثود التراس هو عباره عن مساعده لك. فانت ويا هذا الموضوع ترى الديفليكشن، هذا الديفليكشن اخوتي، هاي الديفليكشن، انت هذا روتيشن مداخل عندك، خاف تدخلون هنا ديسبليسمنت مداخل عندك، لا تتعب نفسك اوكي. فهذا المطلب ممكن يعني هذا السؤال مداخل عندكم يعني لا تقبلونه تمام. انت انا سالت الشباب حسين سالته قال الاستاذ انا عندي بس شنو بس ديسبليسمنت، واضح لو واضح اخواني؟ سؤال ملزم عندكم، كالكوليت ذا فيرتيكال ديفليكشن ات بي، اريد ديفليكشن بالبي. اول ما نجي ال 20 بالنصف هاي 10 ب 10، ضلعين زاوياتهم 90 وماكو لا قوه لا مسند، فشكو هنا لان الضلعين صفر وهاي ايضا صفر بدون حساب. ضلع على شكل حرف تي، ضلع على شكل شنو؟ حرف تي. فانت قبل 20 نازل شو صار 20؟ صاعد، يعني صار تينشن، ايش صار بطل حبيبي؟ هاش شلون حلينا اكثر من واحد؟ اخذ جوينت اي، اخذ جوينت دي، راح يطلع لك هذا منا وهذا منا، اف اكس اف واي طلعهن، فصار عندك الرسم الثاني، تعال نشوفه. خوتي اذا مو تحلون بالجوينت ترى ما تلحقون هذا، دا احكي عليه انا هذا. ايش سويت انت؟ مباشره ايش طلعت لنا؟ طلعت لنا القوه مال من؟ ها طلعت لنا القوه مال من؟ مال البي، ما لك علاقه بها بين قوسين، هسه اقول لك شنو، عدي فيك عليك. المهم انت طلعت هاي البي، هذا اريده من عندك. اوكي مو اوكي؟ اوف هاي مال دلتا اف ما ادري شنو، لا هايج. انت طلعت الاف مالتنا. ها اخوتي تمام؟ فالمهم طلعت البي ال اوفر اي اي. ماكو مشكله ان شاء الله. تمام؟ شو نسوي وراها شباب؟ وراها ايش راح نسوي؟ راح نسوي بكل بساطة نسوي اليو. شو راح نسويها؟ ترفع كل الأعمال وتسلط واحدة واحدة وين؟ بالبي. طبعا هاي مال دلتا بي ما أدري شنو، الأكتشوال نفس الحكي بالضبط القديم. يعني اكو تعرف يونت لود وعدل، فهذا بي ال اوفر اي اي حرارة وايرور، إذا اكو ايرور طبعا جوز ماكو. فأنت شو سويت؟ أنت مثل ما علمتك هذا زائد هذا زائد ايرور في يو طلع عندك اللي تريده. اخوتي ان شاء الله ماكو مشكله، الكل اوكي ان شاء الله. فهو هذا طريقه شنو الموضوع. هسه كتراس انا مسح طريقه راس، هذا كومبوزيت على واي جهه، هذا كومبوزيت هسه على وا هو شنو انت قريته قبل شويه شنو بعد ثلاث كيبلات وحله، فهذا حلوه بس انا اشوفك تراس، تعال اشوفك تراس تعال. هذا ايضا اخواني حاولوا تقروا لي اياه، يعني هم بكيبل واحد فريم يعني قوس، يعني حلينا هاي الافكار كلها احنا، بس قصدي لا تعوفون شيء فارق، قصدي الكلام واضح. شوفكم بعد اكو ترس لو ماكو، لان بس سؤال واحد موجود. هذا السؤال ايضا موجود عندنا، يعني مطيني الاريا مال كل واحد والاي
نفس الاسلوب القديم بالضبط. فهم جاي شو مطلع اول شيء شو مسوي الدكتور؟ قال يابا انا اول شيء شو اسوي؟ اشتغل البي كابيتال، طلع رياكشنات خارجيه، ام طلع القوه الداخليه جوينت ميثود، وراها شو رافع كل احمال، شو مطلع اليو، صح ولا لا؟ جاي وراها مسوي الجدول مالتنا نعرفه اللي هو ممبر ال او بي، كل واحد شنو بي ال اوفر اي اي، كل ضلع طلع له الحراره زائد هاي اثنين زائد شنو الايرور، نجمعهم هذول كلهم شو يسموهم لما يجمعهم يسميه دي ال عادي، لا تجمع لا تسويهم، فهاي مجموع هذول ثلاثه، هذا فيه وش يعطيك؟ يعطيك الدلتا، نفس الحل بالضبط اخوتي. فايش تحل؟ ما عندنا مشكله بيه احنا. هذا الهوم ورك يعني حل تقدر تحل يعني مو صعب صراحه. هذا السؤال ايضا محلول عندكم وانا حل ملزمه ثانيه، هذا ما اعتقد صعوبه بيه، فقصد هذا الترس اخواني، هذا الترس الله شاهد انا بدا اقول اعداد تفهم الموضوع، بس هذا الترس ايش تقرا؟ انا ما تفهمه هيك راح يصعب عليك، يصعب، فانت لو ما تقرا الجوي ميثود الترس يطلع عندك جدا جدا صعب. اوكي اخواني، الله يا رب كل التوفيق.